السلام عليكم البنات. اليوم ان شاء الله غادي تشوفوا معايا شحال طاح مني ديال الوزن، شحال خسرت من كيلو في هاد 3 ايام ديال الريجيم. اليوم نهار الثالث، اليوم نهار الاخر في هاد الريجيم. غادي تشوفوا معايا في الاخر ديال الفيديو شحال نقص مني ديال الوزن. المهم كما شفتوا الفطور نفس الفطور اللي فطرته البارح والبارح، يعني فطرته نهار الاول ونهار الثاني، هو ديال نهار الثالث نفس الفطور كتفطروه لمده ديال 3 ايام. 3 ايام البنات راه دغيا كدوز ماشي بزاف. المهم هنا كما شفتوا كنشرب الماء سخون هو الاول، كما قلت لكم في الحلقه الاولى ديال نهار الاول، الماء سخون او الماء مع شويه قطرات ديال الحامض، وكتبقى واحد نص ساعه ولا ساعه الا ربع ولا حتى ساعه، وكتفطروا بجوج بيضات مسلوقين وتمره ونص خياره الا بغيتو، ما بغيتوش صافي كتكتفيو بهذوك جوج بيضات وتمره، وكتبقاو حتى كدوز واحد شويه كتبقاو تشربوا في الماء، ومن بعد كتاخذوا الخيار باش ما كيجيكمش الجوع وكتبقاو تحسوا براسكم شبعانين. المهم كما قلت لكم في الاخر ديال الفيديو غادي تشوفوا معايا انا فرحت هادشي اللي طيحت فرحت به بزاف لحقاش ما درت لا رياضه لا والو. كون درت الرياضه غادي نخسر اكثر من غادي نطيح اكثر من هذاك الوزن اللي انا طيحت دابا، ولكن حتى هذا الوزن اللي طيحت فرحني بزاف. المهم غادي تشوفوا معايا في الاخر ديال الفيديو، غادي تشوفوا معايا النهار الاخر اليوم نهار الثالث شنو درت في الغداء ديالي. اما الفطور والعشاء درتهم نفس يعني 3 ايام كامله كناكل نفس الماكله نفس الخضر نفس كل شيء. وهنايا البنات بالنسبه للغدا الشلاضه اللي درت نهار الاول هي اللي درت نهار الثاني، واليوم نهار الثالث الخس والخيار حكيته والفجل ومطيشه صغيره. صافي هذه الشلاضه كناكلها لمده ديال 3 ايام، غير كننوع في الدجاج اولا في الحوت صافي. اما الشلاضه كنديرها بحال نهار الاول بحال نهار الثاني بحال نهار الثالث، يعني 3 ايام كندير هذه الشلاضه هذه. وهنايا عندي صدر ديال الدجاج قطعته البارح شويته، واليوم قطعته بحال هكا طريفات ودرت معاه شويه ديال البصله وشويه الكمون والملحه واحد النقيطه ديال زيت العود، وسلطيته في المقله غير سلطيته غير شويه بحال هكا فوق البوطه حتى بقيت كنحرك فيه بشويه بشويه حتى طاب ليا صافي، وجا ناشف ولذيذ وزوين جا بحال لا مشوي. وهنايا نهار الثالث نهار الاول والثاني ما خديتش الديسير، ونهار الثالث درت خديت فريزه وحده وتفاحه. اما نهار الاول ونهار الثاني خديت تفاح غير في العشاء، ودابا خديته حتى في الغداء التفاح والفريز. المهم هذا الغداء ديال النهار الثالث. بالنسبه للبنات الدجاج كما قلت لكم والسرديل اولا الطون ممكن تختاروا واحد في هاد الثلاثه، اما كتشوفوا السرديل اولا الطون اللي معلب بالماء اولا الصدر ديال الدجاج اولا الصدر ديال لادان. المهم الحاجه اللي ما غاديش تغلطكم وغادي تشبعكم في نفس الوقت. بالنسبه للبنات لهاد الريجيم ديال 3 ايام اللي عنده فقر الدم ما ديروش، لحقاش شويه الناس بعض الناس كيكون شويه قاصح عليهم، اما انا الحمد لله جاني مزيان يعني شبعني ما كنحس لا بجوع لا بوالو. حس الشلاضه كنكثر فيها كناكل فيها مزيان. كاين يا اما صدر ديال الدجاج كما شفتوا يا اما السردين مشوي يا اما الطون معلب بالماء، يعني كتاكلي حتى كتشبعي. غير بالنسبه للناس اللي عندهم فقر الدم او اللي عندهم عندهم شي مرض بحال هكا ما يديروش هذا الريجيم هذا. المهم الا درتو البنات هذا الريجيم مع الرياضه كونوا على يقين غادي تقاد لكم الفورمه ديالكم. وهذا العشاء البنات، هذا العشاء ديال النهار الثالث كما العشاء ديال النهار الاول كما ديال النهار الثاني كما ديال النهار الثالث. المهم تعشيت 3 ايام كنتعشى بهاد التفاحه وكاس ديال دانون طبيعي، هذا هو العشاء ديالي. وما كيجينيش الجوع البنات قسما بالله، ما خصنيش نحلف ما كيجيني لا جوع لا حتى شي حاجه، كنبقى شبعانه النهار كامل وانا شبعانه. هذا الريجيم هذا كنديرو مره في الشهر اولا مره في شهر ونص. انا دابا درتو هذا الريجيم ديال 3 ايام، وان شاء الله ملي غيفوت رمضان غدوز واحد تقريبا واحد 15 يوم وغادي نعاود نديرو هذا الريجيم. البنات زوين بزاف بزاف بزاف، كي يعني كيخلي المعده كترتاح من دوك الليدام والخبز وداك المعجنات كترتاح البنات. هذا البنات العبار اللي كان فيه النهار الاول اللي بديت الريجيم كانت فيه 85 كيلو و200 غرام، 85 كيلو و200 غرام، وخا الطول ديالي راه ماشي هو هذا، انا فيه متر و63 وما عطانيش العبار هو داك، بالحق عطاني الكيلوات هما هادوك. هاد العبارة البنات عبرت نهار الاربعاء ملي يلاه بديت الريجيم نهار الاول، درت الريجيم نهار الاربعاء والخميس والجمعه، واليوم السبت غنوريكم شحال نقص مني. المهم هانتوما شوفوا كانت فيا 85 و200 غرام، انا غادي نوريكم شحال تنقص مني.
ودابا البنات غادي تشوفوها انتم شحال نقص ليا ديال الوزن. انا هنا ما عطانيش الطول ديالي هو هذاك، لحقاش كنت حاطه حدايا التليفون، وملي معاه هاد الميزان ما كيخرجش الورقه. ملي بان ليا الشاشه بانت ليا فيها العبار ديالي، تحنيت على التليفون باش نهزو وما عطانيش الطول ديالي هو هذاك، اما الوزن عطاه ليا هو هذاك. شوفوا شحال نقص، كانت فيا 85 و200 غرام، ودابا نقص ولات فيا 82 و700 غرام. نقص 2 كيلو ونص البنات، 2 كيلو ونص، وهاد 3 ايام ما درت لا رياضه لا والو. عرفتوا البنات ما نكذبش عليكم، فرحت ملي تنقصت مني 2 كيلو ونص في 3 ايام. حسيت حتى انا حسيت براسي وليت خفيفه، ويعني شويه ضعفيت. الحوايج اللي كانوا كيجيوني مزيرين ولاو كيجيوني الحمد لله هما هادوك، يعني حسيت بواحد الفرق. ومازال الا دازت واحد 3 ايام او 4 ايام، وخا حبست الريجيم ديال 3 ايام وعاود مشيت تعبرت، حيت هو ما كيبانش هذيك الساعه بزاف، حتى كدوز واحد 4 ايام اخرى ولا سيمانه عاد كيبان في الجسم ديالك، راه كيضعفيتي وكيبان حتى في الوزن. دابا غدوز واحد اليومين عاوتاني وغنمشي نتعبر وغادي نلقى راسي نقص كثر. غير ما تعكزوش البنات، هانتوما شفتوا كلشي، النتيجه شفتوها بعينيكم، ما خبيت عليكم والو. انا راه واخا ما عنديش المشاهده في القناه، يعني ما كنربح على هاد الفيديوهات حتى شي ريال، ما كتجيني لا مشاهده لا والو، ولكن بغيت نشارك مع صحباتي القرابين ليا والناس اللي كيبغيوني وكيتفرجوا فيا، وكنبغي نعطي شي حاجه للناس. يقولوا الله يرحم الوالدين، شي حاجه اللي غنستافد منها انا كنعطيها حتى للناس. المهم ما تعكزوش، غير تشجعوا. بالنسبه اللي كتعاني من السمنه، هاد الريجيم هذا راه زوين. وهنا غيكون سهل الفيديو ديالنا، ما تنسونيش من لايك ومن بارتاج ومن شي تعليق يكون زوين.